الله يكثر خيركم. انا ام ايوب، هاد الشاب هاد اليتيم اللي كيقولوا بان تشافى وكيتواصلوا معاه، كنلقى الناس في الزنقه كيقول لي تشافى ايوب، تي ام ايوب. ولي كنقول انا بان اللي بغى يجي يشوف ايوب يجي يشوف الحاله مباشره، يجي يشوف الحاله مباشره ويحكم. راه الله اللي عالم بيا والله اللي مطالع بيا. انا كنت نتوجه للاخ ربيع نعيم اللي يشوف هاد الحاله، وراني كنتمنى من الله يجي يشوف الحاله. انا مريضه انا ووليدات وكنعاني معاناه، ربي اللي مطالع بيا. الله يكثر خيركم والله يجازكم بحسن، الله يحن عليكم. ما يقدر حتى شي واحد يصبر، يصبر عام عامين ثلاث سنين شهر كاع ويتقهر ويزيد. انا ما قديش نستسلم لولدي، ما قديش نسمح فيه، ما نسمحش في ايوب ولو ما عرفش يكون، ما نسمحش ان ولدي ما نقدرش نطلقو ولا نتخلى عليه بان طرف كبدتي ما قديتش. واخا خوتي مشتين انا تابع ايوب. الله يكثر خيركم الى ما جابو من حالي، ورحموا هاد الشاب اليتيم وهاد الوليدات اللي مشتي ليا. لا عيد لا عواشر لا ماكله لا شرب لا نعاس لا راحه. الناس ناس وانا فايقه، الناس كايله وانا راه ما كايلاش. اقسم بامي بالله وقلت لهم الله اعلم، والله ما كايله والله ما مغديه. ويلا اش غادي نقول لكم، كلي درجه كنمشي نطلب الماكله باش ياكل هاد الدرب، انا كياكل ميزانيه اكثر من القياس بسبب المرض ديالو. دخلت وانا له عند داك البيت، داك البيت اللي كريتو كانت فيه شوافه، ديك الشوافه تحولت انا دخلت ولادي تما كنت خاصو لي الوليدات كلهم. دريت دخلت وطلع 13 سنه بصح السلام، ولادي كلهم تقاسوا لي. حتى ولدي الاخر كيقول لي ما عرفت مالي، البنيه هي كتبكي لي من صغرها طريبيه. هذا قال لي ماما بيت معنقاني وحده، هذا الشيء اللي وقع لي. وايوب اللي تزاد زاد علي، ولا السحر هو اللي تزاد عليا الايوب. وليت كنعاني معاه لا اله الا الله محمد رسول الله، كلشي دابا العائلات وكلشي كيقول لي لوحي لوحي لوحي. ما عندك ما ديري بي، انا ما قداش نستسلم ونلوح هذا الولد بايوب جهه ما كان ما نلوحوش. انا دوك أن الكبدة ما كيعرف ما كيحس بها إلا الأم، هي اللي كتعرف بحر الكبدة. واللي والد بحالي هو اللي غادي يحس، أم ولا أب هو اللي غادي يحس. وكنتمنى من الله من القلوب الرحيمة اللي تشوف من حالي وتشوف من المعاناة ديال هاد الشاب اليتيم، يساعدوني فيه ويحسوا بيا راه بأن راه خصكم وبو خصكم وولدكم وخوكم راه كيموت. راه الله العالم بيه تصوروا، راه انت شحال ما دايرش خرج الخروج ديالو، راه جيت بهذا الشهر. تصوروا الماء ما كيشربوش، الماء ما كيقربش لي نهائيا، وخايفه ولدي لي نشفوا لي كلاوي وموت ليا. راه الناس ناسوا، وانا كنبات نطول على ولدي واش مات ولا حي. كنخاف على ولدي لا تخرج الروح، وكنتمنى من الله من الله سيدي ربي الله يكثر خيركم والله يجازكم بيه ويجعلكم لكم في الميزان مقبول عند الله. انا كنتمنى من الله من الشيخ ربيع نعيم اللي شايله شافني، والله يخلي لي وليداتي ويعطي ما تمنوا ويجازي بحسن ويجعل في الميزان مقبول عند الله. الشيخ ربيع نعيم هو اللي بغيتو يجيني ويجمع شمني مع وليداتي ويشافي هاد الشاب هاد اليتيم. الله يكثر خيركم. وقال لي دار بحسابي وبحساب هاد الولد، ما تصورهاش فرحه ولدي، ما تصورهاش ولدي، ما تصورهاش بان غادي ولدي لا تشاف ليا غادي ولدي لا تشاف ليا راه غادي ما تقدينش فرحه ولدي. مات مع وليداتي وتشافوا ليا ولادي، هذاك هو النهار الكبير عندي، هذاك هو النهار الكبير عندي. انا كنقول لهم يوم نموت غدا نموت، ولمني لا نمس وخطيتهم راه هذا الوليد هو الاول غادي يموت بدقيقه المكانه. الوليدات مشتينا دابا حيوت باش واقع لي عادي الا مت راه ما انتم اللي كنتو تشوفوها انتم الخبز اللي حوليهم بان نعطي ياكل كيقول لي كيقول لك انا خالد انا رشيد انا السي محمد انا هشام انا كيجبد بزاف الاسماء وكيقول لي حنا يهود وكيبداو يهضروا معايا انايا وكيضربوني وكيحاجوا كيقولوا قتلوها قتلوها ذبحوها ذبحوها. فعلا شحال من خطره فلت لولدي من الموت والله، وقلت لهم اللهم جنويه ثلاثه الخطرات وانايا راه ما شحال من خطره جنويه كيجيبها من الزرق كيبغى يقتلني بها. ولدي الحمد لله باقي العمر طويل ليا، الله يكثر خيركم الله يجازكم بحسن. ما عندي حتى واحد، عندي الله سبحانه وتعالى، عندي وليداتي، ما عندي حتى واحد في الدنيا اللي كان
نتمنى من الله زادوني وحسوا بيا، حسوا بيا وحسوا بخوكم راه كيموت وكتقطعوا لي كتقطعوا ليا. الله يحن عليكم، الله يجزكم بإحسان. راني المعاناة كنغيبني السكر، والله ما كنعقل على راسي كنغيب وكنقول يا ربي يا ربي نوقف غير نوقف نوكل هذاك اليتيم داك اللي مربوط بالسناسل. كنشوف الشباب قدو كنتألم، كنشوف الدراري قدو كنقول اه ربطو بالسناسل انا ولدي كيضربو الكسيد كيمشي للبركاصة كيلبس لي حوايج العيالات كيمشي يضربني انا راه مشى فمي كله مشى خسخ ليا كيدقني كيضربني ما نقدش. دابا انا مربوط وكيسيب عليا بالكاس ديال الميكا كنعطيها في الميكا انا طفت الميكا وكاسه الميكا وكيضربني. وانا ملي دخلت للسبيطار كيقول لي ضروري السبيطار باش دخلت ونعس كيقول لي لبسه في النهار وماكله في النهار كل نهار وباكل الكارو في النهار. طبقوا عليا قال لك ورقه دير معانا التزام بان هاد القضية هاد الشيء تهزي كل نهار. وفعلا نيت كنت كنهز باك الكارو والماكلة ديالو كل نهار والملابس ديالو كل نهار. ورغم ذلك ما كاينش العلاج. انا عييت انا عييت وربي اللي عالم بيهم كويناتي، ربي اللي حاس بيا. راني ما كنبكي ليلة القلب اللي كيبكي القلب، راه لا عيد لا واشر لا والو. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعل صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي، نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية فتساعد على تحسين جودة النوم. العياد قطع على القدم مريح في الاستخدام بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.